السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة فاطيم شانيل. بدنا الاسم ديالها لان كلشي الناس كيقولوا بان الاسم شويه طويل وفضلنا نديروا ليه فاطيم شانيل. نتمنى هذا الاسم يعجبكم احسنتم. فيديو جديد، موضوع جديد. اليوم غنهضروا على الاظافر، الناس اللي كيتهرسوا من الاظافر، الناس اللي ما كيتورش لهم الاظافر، الناس اللي كيكون عندهم دغيا كتشقوا ليهم، دغيا كتقردوا ليهم، ما كيكونش عندهم واحد المعه زوينه، كيكونوا باهتين. اليوم غنوريكم واحد الطريقه، غنقول لكم العوامل ونقول لكم واحد الطريقه اللي غتستعملوها وان شاء الله راه غتفيدكم بزاف. الاظافر اذا كانوا كيتهرسوا لكم او ما كيكونوش او كيكونوا هشين، ما كيكونوش قويين، هذا دلاله على انك يا اما كتعاني من فقر الدم، يا اما عندك تغذيه ماشي متوازنه، يا اما عندك شي نقص ديال الكالسيوم. هادو هما العوامل اللي كيخليو لنا الاظافر ديالنا الهشه. وباش تولي عندك الاظافر مزيانه والاظافر قويه، خصك تاخذي المكملات اللي كناخذوها ديال الشعر، راه كتصلح الشعر وكتصلح لنا حتى الاظافر. لهذا غادي تاخذوا واحد حبه مره في النهار لمده 6 شهور، راه غادي تلاحظوا واحد الايجابيه، وغادي تلاحظوا بان الظفار ديالكم غادي كيطولوا كيوليو قاصحين. ولكن راه غادي نزيد لكم واحد المنتوج اللي غتستعملوه مع هاد الادويه اللي قلت لكم، وغادي تعطيكم واحد النتيجه مرضيه، وغادي تولي الظفار ديالكم يوليو طوالو. غادي ديري المانيكور ديالك وانت فرحانه وديري صبعك بحال هكا، كنضحك معكم، وما غادي يبقاش عندكم داك التقصف ديال الاظافر. لهذا كنقترح عليكم هاد لو برودوي، هذا ناتي هاد لو برودوي، ما عرفت واش كيبان لكم اولا. ها هو سميتو ايبتاديرم. هاد البرودوي هذا، ها هو شوفوا مزيان هاد البرودوي باش كيصلح. هاد البرودوي كنديروه للظفار ديالنا، كنديروه للظفار. اشنو كنديروا طريقه الاستعمال ديالو؟ كنغسلوا اليدين مزيان، كنشفوه مزيان حتى ما كيبقاش فيهم الماء. ومن الاحسن هذه الطريقه نديروها بالليل، ما نديروهاش بالنهار، لان اللي كنكونوا حنا ناعسين والظفار ديالنا كيمصوا هاد الدواء مزيان، وفي الصباح مده مع مده راه كنلقاو واحد النتيجه زوينه. راه كاين هاد البرودوي، كاين واحد البرودوي اخر راه غادي نهضر عليه حتى هو، غندير عليه واحد الحلقه. هاد البرودوي انا نقول لكم كي داير، بس نحلو ليكم. نحلو ليكم باش تشوفو كي داير. ها هو سي تا فيرني، شتي كي داير؟ ها هو راه ترونسبارون، كيما ديرو داير بحال هكا ترونسبارون. هذا كي قلت ليكم تنشفو يديكم، تغسلو يديكم مزيان، تنشفوهم وكديري بحال الفيرني. هانت عاوتاني غتلي بالليل كتعاودي تغسلي يديك مزيان وكتعاودي ديريه يوم بعد يوم، راه كتحصلي على نتيجه. ولكن باش تكون النتيجه مرضيه وما يبقاش عندك هذا المشكل، عرجي مره مره خدي الكالسيوم، مره مره خدي هذا الفان اللي قلت لهم، خاصه فصل الشتاء. فصل الشتاء غتاخدي سميتو مده ديال 3 شهور، غتاخدي الفان اللي كيصلح لتساقط الشعر، غادي تضربي عصفورين بالحجر، غادي تداوي الشعر ديالك وفي نفس الوقت غادي تداوي حتى الظفر ديالك. نتمنى هاد لا فيديو يفيدكم، والثمن ديالو راه ما غاليش، الثمن ديالو ما غاليش وكيعطي نتيجه مرضيه. يعني استعملوه وردوا عليا في التعاليق اي وحده استعملته وعطاها النتيجه تقولها هي في التعاليق. نتمنى لا فيديو يعجبكم كالعاده. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.